عافية خالد. مساء الخير. مثل ما ذكرنا بنشطنا الجوية امبارح، طقس صيفي انما معتدل رح بكفي معنا بالايام يلي جايه. الاجواء عموما بتكون مشمسه الى غائمه جزئيا خاصه على المرتفعات مع تكون لضباب على المرتفعات. بالنسبه للحراره بتبقى بتميل نحو البروده ليلا على المرتفعات وبالمناطق الداخليه. بنبدا تفاصيل النشره من الليله. طقس عم بيكون قليل الغيوم، الحراره على السواحل بين 20 و19 درجه، 10 بالأرز، أما بالداخل بين 12 و13 درجة. بكرة بيكون في عنا طقس مشمس إلى غائم جزئياً مع تشكل ضباب أيضاً على المرتفعات مع احتمال لرزاز على المرتفعات الشمالية، إنما بيكون احتمال خفيف. الحرارة على السواحل بين 26 و27 درجة، 17 بالأرز، أما بالداخل بين 27 و29 درجة. بالنسبة لتفاصيل طقس بكرة، الرياح بتكون جنوبية غربية ضعيفة، البحر منخفض، الموج حرارة وجه الماء 24 درجة، أما الرطوبة بتبقى عالية نسبياً بين 60 و85%. ننتقل سوا لنشوف الأيام يلي جاية. مثل ما منلاحظ من نهار السبت لنهار الاثنين بيكون في عنا أجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً واستقرار نسبي بدرجات الحرارة يلي بيتراوح أقصاها بين 27 و28 درجة وأدناها بين 19 و20 درجة. هيدي كانت نشرتنا الجوية لليلة. أنا بدي أتمنى لكم سهرة ممتعة برفقة برامج LBCI. نرجع لعند رمي وعند ماريو. شكراً جو.